السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ثامن. احنا ما زلنا في المتوسط الثاني، احنا اخذنا التدريب الاول واخذنا التدريب الثاني، وقلنا اهم شيء عند المتوسط الثاني انه هو بيعطيك، طلع شو بيعطيك؟ بيعطيك الفئات وبيعطيك التكرار، بيعطيك الفئات والتكرار، وانت بتطلع السيد اللي هي شو السيد كنا اتفقنا عليها؟ مركز الفئة، شو قلنا؟ سيد مركز الفئة، وكيف بتطلع مركز الفئة؟ بجمع اللي هي الفئة العليا الدنيا زائد الفئة العليا، وبجمع اطرح بقسمهم على اثنان. الفئة الدنيا زائد الفئة العليا بقسمها على اثنان. وهكذا، أنا طبعاً عشان اختصار الوقت، أنا عملت لك إياه لما ضربتهم وعملتهم على الكتاب. هون عندي سؤال تدريب اثنين اللي هو طلع عندي 52 هون، وأنت شوف وشوف إيش بيطلع عندك صح ولا لا. 57 62 أنا شو عملت؟ خليك أقول لك 50 عشان أذكرك، زائد 54 على 2، 50 زائد 54 على 2 تطلع هذا الرقم، 55 زائد 59 على 2، 60 زائد 64 على 2، 65 طبعا هاي مش هاي من نفس اللون، هاي مش من نفس اللون، هي شغلة أخرى مش صفر بعد بس 70 زائد 74 على 2 وهكذا لحد ما اطلع انا مراكز الفئه كامله. هون بتطلع لي 67 وهون 72. نكمل بكمل انا ليش انا عملت لك اياها؟ عشان اختصارا للوقت. نيجي يا مس هون سين في تاء، يعني اللي هي اللي تاء اللي هي 4 ضرب 52 هيك، اللي هي مركز الفئة في التكرار، مركز الفئة في التكرار. أنا حاعطيك الأرقام على السريع هون إن شاء الله عشان اختصار الوقت، لأن أنت بتعرف تضرب وبتعرف تضرب وتقسم وتعمل اللي بدك إياه. هون طلعت عندي 208، هون 285، طبعا انا حكيت لك اياها على طول. وانت اتاكد طبعا انت بدك تطلع الناتج عشان تتعود انك تضرب. في عندي اخر شيء اللي هي المجموعة. طيب تعال معايا احنا نحكي اللي حكيناه من الاول. ايش حكينا؟ حكينا اني بدي اطلع المتوسط الحسابي اللي هو س فتحة تساوي مجموع التاء في س اللي هي التكرار في مركز الفئة، مجموع هاي اسمها مجموع التكرار على مركز الفئة على مجموع اللي هو التكرار. التكرار على مركز الفئة طلعتيه بس ولا ما طلعتيه؟ طلعته يا بس، طلعته. شو طلع معك يا بس؟ اللي هو 3420 على اللي هي مجموع التكرار. شلت صفر مع صفر وقسمت قسمه طويله عاديه، طلع معك 68، طلع معك يا بس 68.3 و4/10 كيلوغرام. هذا الناتج اللي طلع معي بعد القسم الطويل، شلت صفرين قسمت 342 على 5. كنا بنعرف هذا الحكي. لو بدي اخليها هون ليش؟ لاني بدي احل الباقي. كيلو جرام بالشكل هذا. هعمل خلصت هيك السؤال رقم او تدريب رقم 3. تعالي على السؤال الاول، السؤال الاول يمثل الجدول الاتي. السؤال الاول صفحه 121، انا قلت لك يا بعطيك الفئات بعطيك التكرار، انت بتجمع التكرار وبطلع السين اللي هي مركز الفئه. بعيد بقول مركز الفئه، مركز الفئه، وهون مركز الفئه في تاء اللي هو التكرار، مركز الفئه في تاء اللي هو التكرار.
قال لي زي ما حكيت لك اني انا طلعت اللي جمعت 1 + 11 بيساوي 12 على 2 تساوي 12 على 2 اللي هي 6 اللي هي 6 هذه اول وحده 6 والثانيه طبعا انت بتعرف تجمع انا جمعت لك الاولى عشان تعرف ايش عملت نعم الثاني 17 الثالثة 28 ايوه انا بعد ما جمعت قسمت طلعت الناتج عندي 50 اي 61 72 طيب الان ايش عامل؟ حضروا التكرار في مركز الفئة اللي هو 18 هاي اول واحدة 18 الثاني نفس الحكي 9 × 17 تعطيني يا مس 153 انا عملت لك الاولى عشان الكل زيه نعم 300 احنا بما فيه الكفايه شرحنا الحصه اللي فاتت صح مس ايش المجموع؟ مجموع حنس هحطه انا باللون المختلف مجموع حن اللي هو 1840 1840 حكيت ارجع اقول له اللي هي سي فتحه اللي هي متوسط الحساب يساوي مجموع دائما القانون ينكتب على مجموع اللي هو التكرار في مركز الفئه على اللي هو ايش يا مس على مجموع التكرار يلا يا مس مجموع التكرار عندي اللي هو عندي 1840 هيو على 50 الصفر هيو مع الصفر وحتقسمي قسمه طويله طلعت معايا يا مس 36.8 متر طبعا مكعب متر مكعب متر مكعب لانه هو قال لي كم تستهلك العائله الاردنيه من تقريبا الى تقربي الى متر مكعب اللي هو ممكن نقول 37 متر مكعب طيب تعالي على السؤال رقم 3 سؤال رقم 3 لسه طلع علي هي اعطاني بيانات من غير ما يعمل لي فئات ولا شيء هو اللي طالب مني اعمل الفئه قال لي يا مس اول فئه اعمليها الف في الجدول الاول بتعمل الفئه، الفئه من 10 ل 13 هو اعطاني اول فئه، طيب تعالي اطرحي 16 ناقص 10 تعطيني 6، يعني بين كل واحد 6، جيت قلت له بعد 16 ايش بيجي؟ 17 حطي اجمع معها 6 بتعطيني 23 بعد 23 تيجي 24 حط عليها 6 تعطيني 30 بعد 30 تيجي 31 حط عليها 6 تعطيني 87 وين 6 يا مس؟ اعطاني اول فئه وقلت له بين ال 10 وال 16 6 بينهم 6 صح ولا لا؟ نعم عشان هيك قلت لازم 23 24 حط 6 30 30 بصير احط 31 حط 6 37 37 38 حط 6 44 44 45 حط 6 51 كانت يعني اكبر علامه عندنا اللي هي ما تعدت ال 50 بكفي له طيب جيت عديت كيف بدي اعد؟ بتعرف كيف بعد؟ بعد ال 10 وال 11 وال 12 وال 13 وال 14 وال 15 وال 16 كل شيء فيه من ال 10 لل 16 بعده بتزيد التكرار كان 6 انا عملت لك وانا حلت لانه يعني بدي الوقت بديش اياه دهني عشي هون نفس الحكي من 17 ل 13 شو قديش تكرار من 24 ل 30 قديش تكرار من 31 ل 37 قديش تكرار من لقيتها تكرار وجمعت التكرار طلعت 4 هنا المجموع 4 طلع المجموع 4 طيب تعالي معي نحكي سي كيف اطلع اللي هي مركز الفئه اللي هي 10 زائد 16 تعطيني 26 على 2 تعطيني 13 صح؟ طيب هاي اول وحده اعطيتك اياها انا حابدا اكمل
اكمل انا. ليش؟ لاني انا بدي يمس اخلص وقت زياده. الثانيه هاي اسف 13، الثانيه طلعت، الثانيه طلعت 20، الثانيه طلعت، الثانيه طلعت 20، الثانيه طلعت 20، والثالثه 27، وجربها وشوفها، و34 و41 48. تعالي معي هون، بدنا نضرب. شو بدنا نضرب يا بس؟ بدنا نضرب الآن، بدنا نضرب الآن اللي هي التكرار في المركز الثاني، يعني 6 في 13، 6 في 3 18، 6 في 1 6 1 7. أول واحدة عندي 78، ما بنشوف الثانية. طبعا عرفنا كيف نعمل، احنا بنضرب، ما فيش داعي نضرب كله، انت بتضربه حالك. انا طلعته لك، طلعته الناتج عندي طلع لي، خليكي شوفي، بدي اجمعهم مع بعض. لما نشوف هي 48 و 1 48 تطلع صح؟ بس هذا الشيء ثاني. تعال معي نجمعهم، نجمعهم تطلع معي المجموع 1194. نفس الحكي، القانون اللي هو السين فتحة يساوي، عارفين القانون احنا؟ هاي نفس القانون اللي حنكتبه هون، اللي هي 1094 على 40. تطلع معي يا مس، تطلع معي 27.35%، تطلع معي 27.35%. تعالي على السؤال ب، تعال على السؤال رقم ب. سؤال رقم ب بحكي لي يا مس نفس الحكي، نفس البيانات اللي عندي، لكن نظميها بجدول تكراري. بدي الفئه تبدا من 10 و20، 10 ل20، 10 ل20. ايش يعني 10 ل20؟ يعني بينهم 10، بينهم 10 صح ولا لا؟ يعني من 10 ل20، بعد ال 20 21 حطي 10 31، بعد ال 31 32 حطي 10 42، بعد 42 43 حطي 10 53. وقفنا وجيت عديت التكرار، لقيت التكرار امس، لقيت التكرار 11 14 14، وهكذا. بدي اخذ السي اللي هي مركز الفئه اللي هي 10 زائد 20 تساوي 30 على 2 تساوي 15. هي اول وحده تساوي 15. بدي اذكر قد ما هاي، لاني بديش اطلع انه مش مبين هون. تساوي عندي 15. وطبعا انا زي ما حكيت لك اني انا كله على حدة الكتاب وطلعت الناتج. ليش؟ بتتطابق الوقت. اول واحد 15، الثاني 26، الثالث 37، 38، وهكذا. ليش يا مس؟ الثالثة سين اللي هي 11 في 15 طلعت معك يا مس، اللي هي 165، 165 ضربوها وشوفوها. الثانية 364، 364. الثالثة 518، وآخر واحدة 38. نيجي يا مس عندي، نيجي يا مس، في عندي خطأ هيك، طلع عندي الناتج حاطط لك إياه، كاتب لك إياه الناتج اللي طلع، وأنت حتجربيه في البيت وتشوفيه، اللي هو 1095. فالناتج لاحظين قريب، يعني السين فتحة تساوي مجموع القيم اللي هي 1000
و95 اللي بتاع في السير اللي هي تكرار في مركز الفئة على 4 شهور، عطتني طلع شو عطتني؟ عطتني 27 27 37 من 100. شوفوا الفرق، فرق بسيط جدا صح؟ بالمئات الفرق بسيط جدا. بقول لي السؤال، السؤال بقول لي سؤال جي، هل يوجد اختلاف بين متوسط حسابي بكل من الأمتعة الموجودة هون اللي هي اللي عملها الفئات ألف، اللي هي الفئات ألف اللي بين 6 والفئات باء بين 10؟ بقول لك بقول جيل يوجد اختلاف بسيط، شايفينه انا وجدته اياه، هي الاختلاف بسيط جدا، يوجد اختلاف بسيط. يعني هاي هيك يا مس انا قدرت ان شاء الله باذن الله ناخذ التدريبات ونتعود كيف نعمل جدول الفئات، وكيف انه اعطاني هو جدول فئات وانا بدي اكمله، او انه ما اعطاني وانا بدي ابدا اعمله. فهاي هيك الدرس ان شاء الله باذن الله انتهى. طبعا الدرس كان في سين هاي موجوده فوق لانه مش مبينه، واضح؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.